يواجه فريق الترجي التونسي فريق النجم الساحلي في الجولة السابعة من الدوري التونسي لكي تشاهد معنا المباراة مع عليك فضل الضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة شكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى هذه المباراة ملعب استاد اولمبيك دو فيتم في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف بكل من توقيت السعودية وقطر والامارات وسوف تنقل المباراة عبر قناة الوطنية وعيدة وقناة الكأس اتش دي اربعة وايضا اتش دي اثنين تجدون في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما بوعيدة وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم وعيدة في مود قادم